أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. رئيس جهاز الأمن القومي السابق يروي تفاصيل هروب هادي قبل 3 سنوات. الطائرات التي هاجمت الرئيس في عدن ألقت القذائف في البحر. ومن صحيفة الأيام، برنامج جريفيث في صنعاء يثير استياء الشرعية والقوى المؤيدة لها. ومن جولتنا في الصحافة الفرنسية، 3/4 المعلمين في مدارس اليمن لم يتلقوا أجورهم. ومن أخبارنا المنوعة في الهاف بوست، أراد إلقاء كلمة بعد الصلاة فلم يستمع له المصلون فقتل 3 منهم. أهلا بكم. يواصل موقع عدن الغد نشر شهادة علي حسن الأحمدي رئيس جهاز الأمن القومي الأسبق والسفير حاليا في مملكة البحرين، حيث يكشف الأحمدي لأول مرة تفاصيل الهجوم الذي استهدف الرئيس عبد الرب منصور هادي بعد تمكنه من الفرار من قبضة ميليشيا الحوثي بصنعاء وتوجه خفية إلى عدن. ويقول الأحمدي حول سبب هروب الرئيس من عدن إلى سلطنة عمان: أبلغنا أن الحوثيين دخلوا الحوطة أو أبلغنا، فانتشرت في عدن أعمال النهب ودبت الفوضى. عند الساعة 2 تم إبلاغنا أن طائرتين سوخوي أقلعتا باتجاهنا، تحركنا إلى غرفة العمليات. يتابع رئيس الجهاز القومي: حينها أبلغتني حراستي بأن طواقم الدفاع الجوي غير موجودين، فأمرتهم بأن يحلوا محلهم ويتعاملوا مع الطائرات القادمة. فمن بين أفراد الحراسة يوجد 5 على الأقل تدربوا على المدفع 23 في وقت سابق، وقد جاءت الطائرات وتعاملوا معها، ومدفع آخر استخدمه حرس الرئيس. وحول ما إذا كانت الطائرات قد استهدفت الرئيس مباشرة، قال الأحمدي أن الطائرات المهاجمة ألقت حمولتها في البحر. لا أعتقد بأنه خوف من الدفاعات الجوية، ولكن أعتقد بأنهم لم يكونوا مقتنعين بالمهمة. يضيف: توالت الاتصالات علينا من كل مكان، لماذا أنتم باقون عندكم؟ أخرجوا إلى أبين، أخرجوا شبوة. كنت أكلم الرئيس بأننا يجب أن نغادر، كان يقول لي: لن أهرب، نقاتل حتى نموت. ووفقا للأحمدي فإنه بعد المشاورة مع الرئيس اتضح أن هناك مهاجمين يتوجهون نحو القصر، وكان الخوف من أن يكون بينهم قاعدة وعناصر مندسة ستكون ضمن هذه المجاميع. إن تركناهم يصلون إلينا سيخرج المندسون من بينهم، فإما أن نتركهم يقتلون أو نقاتلهم ونقتل معهم مئات الأبرياء، لأن معظم المهاجمين كانوا بدون سلاح وقتلهم جريمة. يقول الأحمدي متابعا: كان من المحتمل أن يتستر بهم المندسون ويأتي العدو بدباباته ومدرعاته، لكن ولن يكون أمامنا إلا البحر الذي وعدنا به علي عبد الله صالح في لقائه مع أهل تعز في صنعاء قبل 3 أيام. عن رحلة بحث عن جواد رابح كتب خالد عبد الهادي مقاله المعاد نشره في الموقع بوست، مضيفا في جزء منه: خلال 3 أعوام من التدخل في اليمن، تمكنت عمليات التحالف العسكرية بعد نحو 20,000 ضربة جوية من استرداد قرابة 35% من الجغرافيا التي كان الحوثيون أخضعوها لسيطرتهم الفعلية. مع ذلك، ينبغي إعمال قوة التمييز لملاحظة أن الحديث يجري عن استعادة جغرافيا مجردة بلا دولة. أما ما يجري في الجغرافيا المستردة فهو الفيصل الذي ينبغي أن يستند إليه تقييم الإنجاز من عدمه. وبنظرة شاملة للأوضاع داخل المناطق المستعادة، لا تأتي النتيجة في مصلحة التحالف أو الحكومة الشرعية على الإطلاق. في المقابل، تبقى ظاهرة نشوء الجيوش اليمنية المعروفة بالنخب واحدة من التكاليف الفادحة التي تسير البلاد نحو دفعها ثمناً لتدخل التحالف. وأبرز الجيوش تلك هي قوات النخبة الحضرمية وقوات النخبة الشبوانية وقوات الحزام الأمني بعدن، فيما يجري حاليا تشكيل قوات بقيادة طارق محمد صالح ابن أخي الرئيس السابق صالح وقائد الحرس المختص بحمايته. تنبع خطورة هذه الجيوش المصغرة القابلة للتنامي والاستنساخ من أنها ابتداء من فكرة تأسيسها وعقيدتها العسكرية حتى طريقة عملها جيوش منفصلة تماما عن بعض ولا يجمعها رابط، عدا أن الإمارات العربية المتحدة
هي مبدعتها وداعمتها ودافعة رواتب الكوادر البشرية المنضوية فيها، الأمر الذي يجعل توظيف سلاحها خلف أي خيارات امتيازاً إماراتياً أو امتيازاً متاحاً للنزاعات المتغلبة لدى هذه الجيوش. تصدر الخبر الرياضي اهتمام المواقع الإخبارية اليمنية وعنوان موقع المصدر أونلاين. المنتخب اليمني يتأهل إلى أمم آسيا للمرة الأولى في تاريخه. قال الموقع: تأهل المنتخب اليمني إلى بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم والتي ستقام في الإمارات عام 2019 للمرة الأولى في تاريخه. وجاء تأهل اليمن للبطولة القارية بعد هزيمة طاجكستان من الفلبين بهدف مقابل هدفين في الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة السادسة من البطولة القارية. يضيف الموقع: حجز المنتخب اليمني مقعده في النهائيات بغض النظر عن مواجهته أمام ضيفه منتخب النيبال والتي أقيمت على ملعب سحيم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة. وانتصر المنتخب اليمني لكرة القدم على نظيره النيبالي بهدفين لهدف في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2019. ويشارك في التصفيات الأخيرة 24 منتخبا وزعت على 6 مجموعات، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة لينضموا إلى 11 فريقا ضمنت التأهل من المرحلة الأولى إلى جانب الإمارات البلد المستضيف. بدوره عنوان موقع المشاهد نت: حول الألغام التي تزرعها ميليشيات الحوثي في كل مكان تذهب إليه. ويعنون الموقع: الجوف نزع قرابة 2000 لغم وعبوة ناسفة زرعتها جماعة الحوثي. قال مصدر إعلامي في محافظة الجوف نقلا عن مسؤول عسكري بالجيش الوطني أن الفرق الهندسية بالجيش انتزعت خلال اليومين الماضيين قرابة 2000 لغم وعبوة ناسفة زرعتها جماعة الحوثي في مواقع متفرقة بالمحافظة. وأوضح المصدر للمشاهد أن الفرق الفنية التابعة لقوات الجيش تمكنت خلال اليومين الماضيين من انتزاع وتفكيك أكثر من 1900 لغم أرضي وعبوة ناسفة زرعتها جماعة الحوثي في التباب والمواقع والمرتفعات الجبلية بمديرية برط العنان شمال غربي محافظة الجوف، مشيرا إلى أن الألغام والمتفجرات التي انتزعتها قوات الجيش تنوعت بين الألغام المضادة للأفراد والألغام المضادة للدروع والعربات والعبوات الناسفة محلية الصنع وبأحجام مختلفة. هل يمكن أن تحقق إرادة الشعوب في الحرية والعدالة والتغيير نحو الأفضل في أجواء تطاحن إقليمي ودولي؟ يتساءل الكاتب السوري مروان قبلان في مقاله المنشور في العربي الجديد، مضيفا في جزء من المقال: واقع الحال أن أكثر صراعاتنا على الرغم من أن أسبابها محلية متصلة بسوء توزيع الموارد وغياب العدالة وتفاقم الاستبداد والفساد واستئثار القلة بالسلطة والثروة وافتقاد دولة المواطنة والقانون، إلا أنها ما أن تنفجر حتى تتحول إلى جزء من ديناميت صراع إقليمية تتغذى منها وتغذيها حتى تمسي امتدادا لها أو تعبيرا صاخبا عنها. لذلك وبمقدار ما يصح القول إنما يجري هي حروب الآخرين على أرضنا، يصح أيضا القول إن حروبنا تجر الآخرين إليها ليصبحوا طرفا فيها أو جزءا منها. كشفت ثورات الربيع العربي وسقوط بعض قلاع الاستبداد وتهتك بعضها الآخر أن مجتمعاتنا منقسمة حتى النخاع إلى طوائف وقبائل وفي أحسن الأحوال إلى عصبيات سياسية فكرية أو أيديولوجية تتفق جميعها في رفض الآخر المحلي حتى حدود الفناء. وعندما تعجز عن إلغائه بقواها الذاتية لا تجد بأسا في الاستعانة عليه أو طلب الحماية منه من قوى تقبع وراء الحدود. هذه الانقسامات وتجلياتها الناجمة عن فشل النظم السياسية العربية في بناء دولة القانون والمواطنة وتحويلها إلى ملاذ لكل مواطنيها تتفاقم ويجري تصديرها إلى الخارج قبل أن تجري عملية إعادة استيرادها محملة بعناصر صراع جديدة. لكن هذه ليست آخر مشكلاتنا، ف
ففي وقت تتفاعل فيه الانقسامات وتتعمق التناقضات داخل دولنا ومجتمعاتنا نتيجة الافتقاد إلى قنوات مؤسسية وأطر سياسية حزبية وقانونية للتعبير عنها وحلها، تستمر نخب منطقتنا الحاكمة حبيسة أفكار التمدد والتوسع والهيمنة والانشغال حتى حدود الهوس بموازين القوى والصراع الإقليمي والسعي وراء زعامات خارج الحدود، على الرغم من أنها تقدم نماذج فاشلة للزعامة في دولها. وضعت ميليشيا جماعة الحوثي الانقلابية في صنعاء برنامجاً لزيارة مبعوث الأمم المتحدة الجديد مارتن جريفيث، أثار استياء الحكومة الشرعية والقوى السياسية المؤيدة لها. وتعنون صحيفة الأيام: برنامج جريفيث في صنعاء يثير استياء الشرعية والقوى المؤيدة لها. قالت الصحيفة أن الاستياء بسبب تماهي المبعوث مع الانقلاب وتأكيده على المسميات والألقاب والصفات الرسمية التي انتحلها قادة الجماعة ابتداء من منصب رئيس الجمهورية والمواقع القيادية للدولة وانتهاء بالأحزاب ومنظمات المجتمع المدني. وقالت الأيام أن المبعوث الجديد جدد التأكيد الأممي على بقاء حزب صالح المؤتمر الشعبي طرفا رئيسيا في أي مشاورات في سياق المساعي الحالية لإحلال السلام، وذلك على خلاف رغبة ميليشيا الحوثي التي تحاول مصادرة مواقف الحزب وتشكيل وفد تفاوضي موحد تحت إمرتها. وتفيد الصحيفة النص الحرفي لبرنامج الزيارة الأممية لصنعاء أكد على إثبات المسميات الرسمية والصفات والألقاب التي انتحلها قادة الميليشيا، إذ أطلق عليهم ألقاب الفخامة والمعالي والسعادة والدولة، وكأنه يعبر عن حكومة شرعية معترف بها وليس عن جماعة طائفية مسلحة اغتصبت مؤسسات الدولة بقوة السلاح. بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى أخبارنا المنوعة، فابقوا معنا. بقليل من التأمل تكتمل الصور. أجندة، كونوا معنا. أهلا بكم من جديد. في الترجمة الخاصة بقناة بلقيس نطالع من صحيفة لوفيغارو الفرنسية عنوان اليمن 2 مليون طفل خارج المدرسة. قالت الصحيفة أن ما يقارب من نصف مليون طفل خرجوا من المدارس منذ تصاعد الصراع في اليمن في مارس 2015، ليصل العدد الإجمالي للأطفال الذين تسربوا من التعليم إلى 2 مليوني طفل. وتستند الصحيفة إلى صندوق الأمم المتحدة للطفولة والذي أكد أن ما يقارب من 3/4 المعلمين في المدارس الحكومية لم يتلقوا أجورهم منذ أكثر من عام، مما يعرض 4,500,000 طفل إضافي للخطر. وقالت ريلانو ممثلة اليونيسف في اليمن: يواجه جيل بأكمله من الأطفال في اليمن مستقبلا مظلما بسبب محدودية فرص الوصول إلى التعليم. ووفقا لدراسة إفنوتين سكول، فإن أكثر من 2500 مدرسة غير صالحة للاستخدام والتي تضرر ثلثها من الهجمات، 27% منها مغلقة و7% تستخدم لأغراض عسكرية أو ملاجئ للنازحين، ناهيك عن المخاطر التي يواجهها الأطفال في طريقهم إلى المدرسة بسبب القتال. وقد دفع الحرمان من التعليم الأطفال والأسر إلى بدائل خطيرة بما من بين ذلك الزواج المبكر وعمل الأطفال والتجنيد كمقاتلين، حيث تم تجنيد 2,419 طفلا على الأقل في القتال منذ مارس 2015.
على وقع اللقاءات المستمرة التي يجريها مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث في صنعاء مع قيادات ميليشيا الحوثي الانقلابية، عنونت صحيفة الشرق الأوسط: الحوثي يتجاهل صواريخه ويضغط بشروطه على المبعوث الأممي. قالت الصحيفة: تجاهل قادة الانقلاب الحوثي خلال الأيام الأربعة الماضية من اللقاءات المستمرة مع المبعوث الأممي تقديم أي بوادر إيجابية تشير إلى إنهاء الانقلاب والتوقف عن التصعيد الصاروخي. تضيف الصحيفة: اكتفى قادة الميليشيات بالتركيز على مطالبهم الضاغطة وإملاء الشروط على جريفيث لفتح مطار صنعاء أمام رحلات الطيران وفك الحصار والاستمرار في التنصل من دفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتهم، وكذا مهاجمة مساعي الحكومة الشرعية لتحرير الاتصالات. وشملت لقاءات جريفيث الاستماع إلى رئيس حكومة الميليشيات الحوثية غير المعترف بها عبد العزيز بن حبتور وعدد من وزرائه. وفي السياق نفسه، عدت الجماعة خلال اللقاءات مع المبعوث الأممي صدور قرار مجلس الأمن الدولي 2216 تكبيلا للحل السياسي وإعاقة لأي جهود باتجاه السلام المنشود، في مؤشر على استمرارها في عدم الانصياع لتنفيذ بنود القرار. كما تفيد الشرق الأوسط أن اللقاءات كشفت مع جريفيث أن الجماعة لم تعر أي اهتمام للتنديد الدولي الواسع بتصعيدها الصاروخي الأخير على الأراضي السعودية، بل زعمت على لسان قاداتها أن هذا التصعيد أمر مشروع لها ولن تتوقف عن القيام به إلا بوقف عمليات التحالف العربي لدعم الشرعية. جددت توكل كرمان الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام مهاجمتها للإمارات بعد يوم واحد من هجوم سفير أبو ظبي لدى عمان عليها عبر حسابه بموقع تويتر. وقالت كرمان للعربي 21 خلال مشاركتها في القمة الثانية للحائزين على جائزة نوبل للسلام والقادة من أجل الأطفال أن المتسبب بقتل أطفال اليمن جهتان: الأولى الحوثيون بدعم من إيران، والثانية الإمارات والسعودية، وكلاهما يقتلان الشعب اليمني وأطفاله. وقال الموقع: دعت كرمان المجتمع الدولي إلى مواجهة الانقلاب الفاشي الذي يقوده الحوثيون المدعوم إيرانيا، والاحتلال السعودي الإماراتي والشعب اليمني أكبر منهم جميعا، وشددت على أن الشباب اليمني هو القادر على الوقوف بوجه كافة الأطراف التي عبثت باليمن. ولفتت كرمان إلى أن الربيع العربي قدم نموذجا رائعا من أجل حقوق الطفل والمرأة والحكم الرشيد، وتابعت: لكن من يقوم بالثورات المضادة هم الدول الإقليمية السعودية والإمارات وإيران، وأن الربيع العربي بريء من كل هذا الخراب والدمار. وقالت أن الثورات تعود وتنتصر، ولو تغلبت عليها الثورات المضادة فترة من الزمن والتاريخ أخبرنا بالعديد من النماذج التي نجحت فيها الثورات ولو بعد حين. مجبرا غادر سعيد الجعفري مدينة صنعاء التي لم يكن يعتقد أنه سيأتي اليوم الذي يتركها دون وداع، لكنه تركها بعد أن أصبحت الحياة فيها أرخص ما يمكن شراؤه. وقد كتب مقالا في عدن الغد معاتبا ومخاطبا أصدقائه ومدينته، وأضاف: أسأل أصدقائي هناك في صنعاء والعين تذرف مزيدا من الدمع كلما لمحت في عين ابنتي الصغيرة صفية حزنا وهي تسألني متى ستجد صديقتها مرة أخرى. كلما قرأت في أفكار أخيها عبود اشتياقا ولوعة للحي وأطفال الجيران، كلما سمعت ابني الكبير نزار يردد في نومه أسماء الأماكن والحارات وبنت الجيران، واقف كعاشق هده التعب وألمه الفراق الذي يضاعف منه رغبة زوجتي بالعودة إلى صنعاء في موسم المطر. سأتذكر أياما قريبة مضت مع أصدقائي، ولطالما غسلت قطرات المطر المنهمرة قلوبنا العاشقة بحب مدينة تولد كل يوم من جديد، حتى لا نصاب بالضجر أو يتسلل إلينا الملل، لتشرق الشمس كل يوم في نفس الموعد لتهدينا خيوط الضوء والأمل الذي نحيا من أجله، وتعانق أرواحنا خيوطها البنفسجية وتزيدنا عشقا لمدينة هي من أهدتنا قبلة الحب الأولى ومنحتنا طاقة الحياة والاستمرار، وأنست ساكنيها ما قد يلم بهم من ألم عابر. حتما سيشرق الصباح
ويولد يوم جديد وسترحل معه جميع أوجاعنا. يهاتفني أصدقائي عن موسم المطر الذي حل وأنا في البعيد بدأت القطرات تتساقط على مدينة يطويها الحزن. عذراً أصدقائي الذين تركتهم ووعدتهم أنني سأعود يوماً، لكن عودتي لن تحدث قبل أن يكون قد رحل عنها الغرباء على ثقافة وأخلاق اليمنيين الذين سلبوا الناس حياتهم. ترقبوا معي طريق العودة إلى صنعاء بعد أن تكون قد تطهرت من أوجاع ودنس الطغاة من ميليشيا لا تجيد سوى القتل وتعادي كل ما يبحث عن الحياة والتفاؤل وكل من يؤمن بالمستقبل ويقبض على الأمل بانتظار الغد الجميل. عذراً أصدقائي لقد تركت صنعاء، ولكن عزائي أنني سأعود ذات يوم. ومن أخبارنا المنوعة لهذا اليوم ما اخترناه لكم من موقع الهاف بوست، والذي عنوان: أراد إلقاء كلمة بعد الصلاة فلم يستمع له المصلون فقتل 3 منهم. قال الموقع نقلا عن أحد الضباط في السودان قوله أن رجلا يحمل سكينا هاجم مصلين داخل مسجد في ولاية كسالا في شرقي السودان فقتل 3 وجرح آخرين. وروى مواطنون أن المهاجم دخل المسجد وحاول التحدث إلى المصلين الذين رفضوا الاستماع إليه، وعندها أقدم على طعن عدد منهم قبل أن يقتله المصلون. جولتنا المصورة من صحيفة الجارديان والتي تنقلت بين العديد من الأحداث والمظاهر اليومية نتابع. بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نتابع وإياكم مجموعة من رسوم الكاريكاتير في أمان الله.